جرى اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك، دعينا المولى سبحانه ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالعزه والسؤدد والمنعه، كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخويه التاريخيه المتميزه التي تجمع البلدين الشقيقين.